أصلي العشاء مع الشفع والوتر إلى آخره. نبين هذه المسألة خاصة نحن هذه الأيام المباركات في العشر الأواخر من رمضان، يعني من صيغ المشروعة اللطيفة المهمة جدا، الإنسان يصلي صلاة العشاء 4 ركعات فرض، وبعدين يصلي من التراويح ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يصلي 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات. الأفضل ممكن يصلي الشفع لا حرج بعد ذلك، الأفضل وهذا مندوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يندب الإنسان باش يؤجل صلاة الوتر إلى آخر الليل، بها يختم صلاة الليل، يعني صلى العشاء يصلي تراويح ما استطاع إلى ذلك سبيلا، من بعد يصلي الشفع ما يبغى لكن بغى الوتر يأخرها، ممكن يرتاح ينام ويقرأ القرآن ويسبح ويستغفر، وإذا استطاع أن يقوم بإحياء ليله كامل الله يبارك، إذا استطاع، لأن هذه أيام مباركات فيها ليلة القدر، يعني خير من 1000 شهر كما قال الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، تحروا في بصيغة أخرى قال تحروا، وقال في الوتر يعني في ليالي الوتر 21 23 25 27 29، يا سعد اللي وافق هذه الليلة المباركة ويدعى بالدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حينما سألته اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وبعدين يصلي تهجد ما استطاع، يعني يستيقظ مثلا ساعتين قبل الفجر مثلا يصلي ما تيسر، كوكي قريب الفجر يختم الصلاة نتاعو كامل بالوتر، وبذلك أحيا ليله ووافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام في إحياء هذه الليالي المباركات. ربي تقبل منكم ومنا جميعا صالح الأعمال، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.